5 are still active in the AO. هو في ديكون سنايبر سنايبر منين؟ يلا يا ابن الخ ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طب يا شباب ده كده ان شاء الله اول فيديو على القناه لجيم بلاي ريسيرجنس ريبيرس ايلاند بعد ما الميرج اتعمل. بصوا يا شباب طبعا الحته ان في ميتا وايه اقوى سلاح والكلام ده كله كل ده مش هنقدر نحدده دلوقتي. اللعبه لسه جديده وانت عندك ترسانه اسلحه كبيره جدا بما فيها مودرن 2 مودرن 3 وعملوا باف وعملوا نرف الحاجات فحته انك تحدد ايه الحاجه اللي حلوه لسه. بس انا على قد ما اقدر هحاول ان انا الفتره دي انزل لكم كذا لود اوت ونشوف ايه الدنيا انا بجرب زيكم. فمن غير ما اطول عليكم تعالوا نخش على اللود اوت على طول. طب يا شباب ان شاء الله فيديو النهارده هيكون عن الجاكل تمام والال دبليو 3 اللي هو السنايبر الاولاني. اللود اوت كالاتي، انا بلعب بالخمسه اتاشمنت ان انا بحط اوفر كيل، انا بلعب باثنين سلاحين. الخمسه اتاشمنت كالاتي، هنحط اي اوبتيك مناسب ليك، هنحط الرينفورسد بارل، هنحط الفيرتيكال فور جريب اللي هي الاولانيه ماشي، هنحط الاكستندد ماج والاجرونوميك جريب. يا جدعان الرير جريب دي مهمه جدا 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 في كل الاسلحه ان هي تبقى موجوده، دي اللي بتسهل لك حته انك تتزحلق وانك تدايف وانك تعمل كل الكلام الجميل ده. وكمان السبرنت تو فاير بيبقى تقريبا شبه معدوم، الرير جريب دي مجرد ما تفتحها لازم تبقى محطوطه في اي سلاح. تمام كده يا شباب، نيجي للال دبليو 3 يا شباب. اللونج بارل، اللايت ويت باد، اللايت ستوك، والتارجت ليزر، وهنحط الاوفر بريشرد. بركات فيديو النهارده ان شاء الله، سيرفايفر، سبرنتر، وتمبرد. طب يا شباب ده كده كان لود اوت فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. لو سمحت يا جماعه اللايك اهم حاجه علشان خاطر نعدي الخوارزمية بتاعت اليوتيوب، وانا عايز ننتشر يا جدعان، انا عايز ننتشر ان شاء الله والقناة بتاعتنا تكبر والعيلة بتاعتنا تكبر اكتر من كده ان شاء الله. اتمنى مشاهدة ممتعة ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طب يا شباب قبل ما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه، عندك على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له قطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجة اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمة دي شو ريجنال عشان يقول لك التوقيت، وبتختار التوقيت اللي بيكون متأخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على لوبيز مثلا بتبقى أخف شوية عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجة بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك أنت عشان ما تتأثرش، تختار البلد اللي أنت عايزها وتبقى عامل بوست. ممكن تختار اف بي اس بوست، ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود CXC30، هتعمل ريديم هتاخد 30 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع على الفيديو. طلع فوق je t'ai dit Chamet il est sur du mauvais fond de moi. L'alpha est décon. Talata. Go what Nin. À Chamel au dame. ثانية واحد برا على اليمين في الشارع. ابو عندك
الكيميكال. بص على انا بنزل تحت. في ثلاثة عندنا. واحد عندك يا سوزي عاش. يا صاحبي انت خدت مني الواد الاولاني؟ احا Who are you? I'm just like you. Oh, they're under. Like, who's in there? I don't know, what, where? How do we get right down on there? The four in us, though. I'm not fine. Just like a prison, four. I'm up. What is it, Tahit? ورارة يا نهار السويد راح ديكم وان يعني تفر درو فين هو اوف ديكم سنايبر سنايبر منين يلا يا ابن ال بيجري تحتينا اه معيش قدامك ظهر قدامي على اليمين على اليمين قدام وين واحد نزل فوق Why are they camping at the loadout dock? Use your tech map to hunt down the rest of them. Al shimal, تحتية. قدام 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 هنا. يا ابني هما تحتينا هنا. ماشي بس فينا الثانية قدام. قدامنا تحت تحت في النفق. اطلع فوق هو يكبين على سحبه على الروف قدامي 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 على السطح ماشي هطلع لك من تحت قدامي انا عندي بس بره ماشي جي معاك انت معايا تعالى واحد هنا بيت الحجة اه وراك اطلع يا اسطى اطلع 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 عاش يا اسطى والله انا جيت شكل تحت ورايا تحت مارك
ممكن نرسل مرة تاني صاحبه في البيت اللي جنب ال حقه يلا اهو اهو في الشباك اهو ايه والله يا ابني حد نزل تقريبا روف نزلوا قدامنا على الشمال قدامي قدامي انا طالع فوق يا اورارا الصراحه تحتية اه ما كان تحتية بالظبط هنا شايف شفته حد هنا وان شوت معلش معلش اه هنا يو اي في حد يجيب يو اي في يا عم هضرب هضرب الرادار ده لا له قدامي نوفا دوم واحد معايا عملت بريسيجن روح تحت تحت يلا لازم نخلص منه ايه ده وين ده ده عندك هنا وده تحتينا اس يا ابن الشر يا ابن افتح يا زي يلا بينا اخر تيم جوستات لا انا شايفهم انت مخش اه كده ظهره انا بضرب من ورايا ولا ايه لا إله إلا الله